طاقة الكون وقيام المادة. إن نظرت إلى الفضاء فإنك سترى الكثير من المجرات والنجوم والكواكب التي تبدو وكأنها تطفو في الفضاء ومحاطة بالظلام من كل اتجاه. منها ما هو ضخم الحجم ومنها ما هو صغير، لكن ماذا لو رأيت ما لا يمكن وصفه؟ إذ لا يمكن أن يكون الفضاء المعتم فارغا، بل إنه يحوي في ظلامه هذا على أنواع كثيرة من الطاقة المظلمة. وذكر في القرآن الكريم عنه أنه الفلك المشحون. دعنا ندرس إحدى هذه الطاقات، طاقة الجاذبية، ولنستعن في دراستنا هذه ببعض الأمثلة الحية التي تحدث ضمن محيط كوكب الأرض، وذلك لنستوضح وبشكل معمق تأثير هذه الطاقة في الكون ككل. وهنا سنطرح بعض الأفكار ونناقشها، لذلك نوصي بضرورة التركيز. كيف تنشأ الجاذبية؟ إن الجاذبية هي إحدى أهم أنواع الطاقة التي يقوم على وجودها البناء الكوني بأكمله، وهي تتبع في مقدارها لشكل وحجم ونوع وكتلة الجسم المادي المتواجد ضمن حيز مكاني معين من هذا الكون، وهي تمثل الترابط بين جميع أنواع المادة والطاقة، إذ تؤثر على كل ما هو موجود في هذا الكون، حتى أن تأثيرها قد يتخطى تأثير كل ما هو معروف من أنواع الطاقة في هذا الكون. وللجاذبية تأثير ملحوظ في كل ما يحيط بنا، فعلى كوكبنا الأرض تتمثل الجاذبية بأشكالها المختلفة، بداية مما يحتويه من ذرات، والترابط القائم بين مكوناتها من نيترونات وبروتونات تحتويها النواة والإلكترونات تطفو حولها، وإن أي اختلاف في عدد ومقدار هذه المكونات سيغير من شكل ومقدار الجاذبية المؤثرة على هذه المكونات وعلى الذرة ككل. وهذا مثال ينطبق عليه الكثير من الأمثلة المحيطة بنا في هذا الكون، مثل المجرات والنجوم والكواكب التي تطفو حولها. فالجاذبية موجودة في كل مكان وبين كل جزء وآخر، وحتى أصغر ما في الكون. إن كان طاقة أم مادة، لا يمكن قيامه ولا حتى وجوده دون وجود الجاذبية، فهي المشكل الرئيسي للروابط بين كل نوع وآخر من الطاقة والمادة على حد سواء. وكمثال على ذلك، فإن كوكب الأرض محاط بحقل مغناطيسي يكتسب جاذبيته من توفر العناصر المادية المشكلة له واختلافها، وإذ يختلف الترابط الناشئ بين بعضها البعض، فيؤثر ذلك على المجال المغناطيسي المحيط بكوكب الأرض، ولأن مركز الكوكب يحتوي على أكبر نسبة كثافة مادية، فإن المجال المغناطيسي عند المركز يكون أعلى من المحيط، مما يجعل المسافة الحرة بين جزيئات المادة في لب الأرض أقل من أن تسمح للجزيئات بالحركة بحرية، فينتج عن هذا تصادم دائم بين جزيئات المادة، وترتفع الحرارة بفعل الاحتكاك والتصادم المستمر. وكلما ابتعدنا عن المركز كلما خفت كثافة المادة،
مما يتيح حرية أكبر في الحركة للجزيئات المادية، وبالتالي يقل الاحتكاك والضغط وتنخفض الحرارة. وهنا يطرح سؤال: أليس المغناطيس الدائم مشابه في مجاله المغناطيسي للمجال المغناطيسي لكوكب الأرض؟ فلماذا يفقد قدرته المغناطيسية عند تعرضه للحرارة؟ نعم، إن اتجاه خطوط المجال المغناطيسي في كلتا الحالتين متشابه، إذ تسري من الشمال إلى الجنوب، وذلك طبيعي جدا، ولكن الحرارة تعمل على تمدد المادة، مما يجعل ذرات المغناطيس الثابت تتباعد، وبتباعدها هذا تفسح المجال لحركة أكثر حرية بين جزيئاتها، وبالتالي تنخفض الكثافة المادية للمغناطيس في المنطقة المعرضة للحرارة. ولأن الجاذبية ككل هي عبارة عن تأثير ثقل موحد في كل أرجاء الكون، وأي مادة تتواجد فإنها تقع ضمن هذا التأثير. وهذا ما أثبته قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، وهي تشير إلى الجاذبية والزمن. وهذا ما يفسر عدم رؤيتنا للجن رغم وجودهم في نفس المكان الأرض، ولكنهم موجودون ضمن تأثير من الجاذبية والزمن مختلفان عن التأثير الذي نتواجد به نحن البشر، ولهذا لا نراهم ولا نشعر بوجودهم إلا عندما ينتهي الزمان، فتتأثر بذلك الجاذبية والمكان ويتغير شكل الأرض كليا، ولا يمكن التلاعب في الزمن. وذلك لأن الزمن والجاذبية هما عبارة عن تأثير وليسا بطاقة، ولهذا يخضع كل ما هو موجود في الكون لتأثيرهما. وهنا يتضح أمامنا كيف تطفو المادة وتوجد الطاقة في هذا الكون، وكيف تطفو الكواكب والنجوم وينحصر تأثير وجودها في المكان المعين لها، وذلك تبعا لمقدار تأثيرها وتأثرها بالجاذبية والزمن.